أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. هل تستطيع الحكومة الحالية أو القادمة في العراق أن تعيد بناء هذا البلد؟ هل تستطيع أن تصلح الاقتصاد وتنهض به؟ هل تستطيع أن تبني بنى تحتية؟ هل ممكن أن يكون العراق بعمليته السياسية بلدا فيه مقومات العيش الكريم؟ ما الذي يجعل العراق أسوأ بلد للعيش في العالم بحسب التقارير الدولية؟ بينما لم تصلح فيه الكهرباء، لم تتوفر فيه مياه صالحة للشرب، أبسط مقومات العيش الكريم للإنسان العراقي غير موجودة، معظم المدن منكوبة بسبب التلوث البيئي وشح المياه. لماذا الاقتصاد العراقي طوال 15 سنة على العملية السياسية التي أسستها أمريكا بقي متدهورا مع تفشي البطالة والفقر المدقع رغم الميزانيات الهائلة المليارية التي تبني دولا بكاملها وليس العراق وحده؟ هذا الموضوع، موضوع الاقتصاد والاقتصاد العراقي المنهار 15 سنة من التدهور والدمار في الاقتصاد العراقي والبنى التحتية في العراق، سنضعها تحت الضوء في هذه الحلقة. وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين سبعاوي الباحث السياسي العراقي. مرحبا لك أستاذ حسين. حياكم الله يا مرحبا. أيضا أرحب بالدكتور بيات جمال عزيز أستاذ الجامعة الأمريكية والباحث الاقتصادي، ينضم معنا عبر الهاتف من السليمانية. مرحبا بك دكتور بيات. شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور. وأرحب أيضا بالدكتور حسين العليان الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، ينضم معنا من عمان. مرحبا بك دكتور حسين. مرحبتين أهلين، مرحبا بك أخضيوك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل نستمع ونشاهد معا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. منذ احتلال العراق عام 2003 استنادا إلى كذبة امتلاكه أسلحة دمار شامل وتحطيم بنيته التحتية بحجج واهية، لم يتعافى مما لحق به من دمار شمل كل مفاصل الحياة، فقد حول الاحتلال البلد إلى ساحة للصراع المستدام بتعقيداته الإقليمية من جهة والمحلية الطائفية الميليشياوية من جهة أخرى، فأخذت البطالة تنتشر بشكل كبير جدا بكافة أنواعها وأشكالها حتى نالت أصحاب الشهادات العليا، فبلغت ما بين 25 إلى 40%، وتعد هذه النسبة كبيرة جدا إذ المسموح به اقتصاديا ينبغي ألا تتجاوز 5%. وزارة التخطيط أشارت إلى ارتفاع حجم نسبة الفقر في العراق إلى نحو 30% مع الموازنة الكبيرة للعراق والتي بلغت أكثر من 88 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، يتم تغطية هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي، وهذا الأخير عند تراكمه سيتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة. من جانب آخر، فإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران جعلت من العراق متنفسا لها، فقد كشفت البيانات الرسمية الإيرانية أن قيمة صادراتها إلى العراق وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار خلال 4 أشهر، مبينة أن إيران تتطلع إلى أن تصل تلك الصادرات إلى 15 مليار دولار. وعلى الرغم من رداءة البضاعة الإيرانية إلا أنها تغرق الأسواق العراقية وتتحكم فيها على حساب المنتوج المحلي، فضلا عن قطع إيران للتيار الكهربائي الذي تصدره للعراق متى شاءت. ميزانية العراق التي يمكنها من أن تبني دولا بكاملها تقف عاجزة عن توفير ضروريات الحياة للعراقيين في ظل حكومة جعلت من بغداد تتصدر قائمة أسوأ المدن في العالم. تابعنا سوية مشاهدينا الكرام هذا التقرير، وأبدأ بضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين سبعاوي الباحث السياسي العراقي. أستاذ حسين، بداية كيف تصف الاقتصاد العراقي، الاقتصاد العراقي بعد 15 سنة على العملية السياسية؟ بداية أنه الاقتصاد العراقي من حيث الموارد وللدخل القومي، النفط اعتبر هو المصدر الرئيسي. سابقا كانت هناك روافد أخرى للاقتصاد العراقي، كانت الزراعة وكانت الصناعة إلى حد ما، وكانت أيضا السياحة الموجودة في العراق. كل هذه كانت روافد للاقتصاد العراقي وعلى رأسها كان النفط.
اليوم تدهورت هذه وتلاشت بحيث أنه لم يبقى إلا النفط مصدر رئيسي وحيد للاقتصاد العراقي. إضافة لذلك أنه النفط غير مسيطر على وارداته وعلى تصدير النفط. اليوم يعني الأخبار متواترة، ليست أخبار يعني غير متواترة أو هي مشكوك في صحتها. اليوم النفط العراقي مسروق، اليوم الواردات العراقية غير معلومة، فبالتالي الدخل القومي العراقي اليوم غير معلوم وغير معروف. سبب هذه كلية هذه المشكلة، التدهور العراقي، انهيار الاقتصاد العراقي، هو غياب الزراعة وغياب الروافد الأخرى للنفط العراقي، إضافة لعدم معرفة الواردات العراقية من خلال تصدير النفط وواردته. هذا كله سبب شنو هو؟ أس المشكلة هو الفساد. المشكلة الثانية هي غياب الكفاءات. اليوم يفترض أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، لم نجد رجلا مناسبا في مكانه المناسب. ثلاثة، غياب التنمية والتخطيط. هذه الثلاثة النقاط الثلاثة الرئيسية هي سبب تدهور الاقتصاد العراقي وسبب انهيار الاقتصاد العراقي، بحيث وصل الحال في الاقتصاد العراقي أن يستورد باقة كرفس. هذا لا يمكن لدولة مثل العراق بها نهرين نفط. والعراق ما يميزه في الزراعة أنه يزرع فيه التبغ ويزرع فيه التمر. هذه حالة ميزة خاصة بس بالعراق. يزرع به التمر اللي يحتاج درجات حرارة عالية ورطوبة عالية ومياه وفرة، ويزرع فيه التبغ اللي يحتاج درجة حرارة دون الصفر في الشمال. فالصور لك أن تعرف أنه تدرك أنه العراق تزرع فيه كافة المنتجات الزراعية، ومع هذا اليوم هو يستورد باقة كرفس. هذا تدهور، هذا انهيار كامل للاقتصاد العراقي. اليوم اللي ما يمتلك غذاء ما يمتلك قراره. احنا اليوم نستورد باقة الكرفس، اليوم نستورد التمر، هذا غير ممكن، غير ممكن. اليوم لو نتكلم عن شخص ترك العراق قبل 20-25 سنة ونقول له العراق استورد التمر، يقول نحن في جيل آخر. لا يمكن العراق أن يقتنع أن العراق استورد التمر. سبحان الله. لأن تدمرت هذه البنية التحتية اللي كانت، وهذا يعتبر مواد استراتيجية، التمر والحنطة وإلى آخره، هذه مواد استراتيجية في الزراعة. كل هذه دمرت. سببها لماذا؟ الفساد، قلة الكفاءة، غياب التخطيط والاستثمار للمشروع العراقي العام. حقيقة العراق في حالة متدهورة. أما النفط اللي هو المصدر الرئيسي، اليوم معلوم الميليشيات كيف تسرق النفط وكيف تهرب النفط، سواء من خلال البحر أو من خلال البر. من خلال البر عن طريق مناطق الإقليم وغيرها من الموصل تهرب، ومن خلال البحر معلومة السفن كيف تأخذ، وصراع الميليشيات اليوم على هذا النفط وعلى. فبالتالي العراق حالته متدهورة، حالة اقتصادية متدهورة، وتسيء نحو الأسوأ. لا الحكومة الحالية تستطيع ولا القادمة تستطيع، لأنه لا يمكن لمن كان أس المشكلة أن يكون هو الحل. لأن الفساد في العراق كما قلت سابقا فساد قمم وليس فساد قواعد. أصبح الآن الفساد في العراق متوسع أفقيا وعموديا، ومن الهرم إلى القاعدة. هذا من الصعب جدا علاجه. دكتور بياد جمال عزيز من السليمانية، أستاذ الجامعة الأمريكية الباحث الاقتصادي، مرحبا بكم مرة أخرى. لماذا فقط يتم الاعتماد في العراق على النفط؟ لماذا لا يكون هناك زراعة؟ لماذا لا يكون هناك صناعة؟ لماذا تنعدم خطط التنمية الاقتصادية وتنعدم التخطيط الاقتصادي؟ ينعدم كل يعني فرص النمو والنهوض بالاقتصاد العراقي خلال 15 سنة منذ احتلال العراق وحتى الآن. مساء الخير استاذ سمير ورحمة الله ضيفك الكريم. بس تصحيح، الاسم بياد جمال علي وليس عز. عفوا. العراق مع الاسف كما ذكر الضيف الكريم ان واقع في حلقه مفرغه من المشاكل الاقتصاديه والفساد. واريد تاكيد لنتكلم عن السبب الرئيسي لماذا العراق فقط مهتم بتصدير النفط وليس القطاعات الأخرى، لأنه ليس لدينا حاليا مؤسسات عادلة تهتم بهذا الغرض. والمؤسسات الموجودة والطبقة الحاكمة من السياسيين مهتمة فقط بملء الجيوب وليس في تنمية القطاعات الأخرى من الاقتصاد العراقي. ولذلك نرى أرقام مهولة من البطالة التي تكبر سنة عن سنة
ونرى أيضا أرقام أخرى من انحدار قوة القطاع الخاص وزيادة في سيطرة القطاع العام على الاقتصاد. وعندما رأينا في نزول أسعار النفط في السنوات الماضية أصبح هناك مشاكل كثيرة، لأن أغلبية القوة العاملة في العراق هي من موظفة في القطاع العام، وعندما القطاع العام يصاب بالشلل فالقطاع الخاص أيضا يصاب بالشلل. لذلك هذه المؤسسات الغير العادلة هي معرقلة لنمو القطاع الخاص ومعرقلة لنمو جميع قطاعات الاقتصاد العراقي كافة. فنرى انحدار في الزراعة والصناعة وما إلى ذلك، وإضافة في حالة أنه القطاع الخاص أو جزء من القطاع العام أراد أن يحيي الصناعة العراقية، يوجد عراقيل هائلة من الفساد ومن الرشاوة الذي لن يسمح للمستثمرين باستثمار رؤوس أموالهم إلا إذا يكون منتميا لحزب ما أو لطرف ما. دكتور حسين العليان، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، مرحبا بك مرة أخرى. الفقر والبطالة، انعدام البنى التحتية، يعني هي سمة الواقع الاقتصادي في العراق. من وجهة نظركم متى بدأ الانهيار الاقتصادي؟ يسعد مساكم مثل مشاهديك الكرام وضيوفك. أهلا بك دكتور. الحقيقة اللي تفضلوا فيه الأساتذة الأفاضل هو توصيف للمشكلات في العراق، لكن الأهم من هذا التوصيف هو أن الفساد في العراق فساد سياسي ممنهج. نعم. بمعنى أنه العراق اليوم بلا رؤية دولة، العراق اليوم بلا سيادة، العراق اليوم لا يستطيع استثمار موارده، لأنه العملية السياسية والنظام السياسي اللي أنشئ في العراق بعد الاحتلال صمم لكي لا يستفيد العراق من موارده الاقتصادية. الاعتماد على النفط كسلعة في الاقتصاد يعني خطر، لأن النفط أسعاره متذبذبة ولا يمكن البناء عليها في التنمية بشكل يعني استراتيجي. واليوم النفط، من يحدد سعر النفط عالميا بات المشتري وليس البائع. وأنت تعرف أنه منظمة الأوبك أو المنظمة الدولية للنفط اليوم هي ألعوبة بيد المستوردين والأمريكان بشكل أساسي، فهم يستطيعوا أن يرفعوا أسعار النفط عندما يحتاجون ويخفضوا عندما يحتاجون. وبالتالي أنت اليوم في اقتصاد غير واضح المعالم، في موارد مالية غير واضحة المعالم، يستطيعوا أن يهدموا بلدان بهذه السياسات وانهيار. وشفنا هذا الحديث في أيام الحصار لما وصل برميل النفط 7 دولارات وحاولوا إلحاق الأذى بالعراق. بعد 9/4 العراق انتقل من النظام المركزي إلى النظام المفتوح، إلى النظام الرأسمالي. في النظام المركزي السابق في العراق لم يجري التحول باتجاه نظام المشترك أو النظام الخاص، القطاع الخاص تحت سيطرة دولة. احنا تحولنا تحت سيطرة عصابة وتحت هيمنة إقليم وقوة دولية، وبالتالي لا يمكن لهذه القوة الدولية أن يكون لها مصلحة في إعادة استقرار العراق أو تنميته. لذلك لا ترى الكهرباء تتحسن لأن الطاقة في أساس التنمية، فبالتالي تنهار القطاعات الأخرى. ليس هناك حماية للاقتصاد العراقي حتى تقدر تحمي زراعة أو صناعة. الفساد اللي أسس هو فساد أسس بقرارات دولية. يعني أضرب لك مثل صغير، من أجبر العراق على أن يوقع عقد النفط، عقد الخدمة في النفط ويركن آبار النفط 20-25 سنة للشركات، وهو يستطيع بملء إرادته أن ينتج النفط ويسوق النفط ويكرر النفط، ومع ذلك لا يحصل. من الذي أملى على العراق أن يكون في البنك المركزي يوميا قطوعات ب 150 مليون دولار لغرض تنمية التجارة أو بمعنى تلبية احتياجات
الأشجار، وهي وصفة من أيام برايمر. الهدف منها امتصاص الفائض من العملات الصعبة لتغطية على الفساد والفاسدين، وتحول غسيل الأموال وتهرب خارج البلاد. يعني هذا باب مشرعاً مشرعاً. يعني انتقال انتقال. بس أكمل لك الفكرة الرئيسية. نعم تفضل. من الذي حول المجتمع العراقي إلى موظفين في الدولة؟ هذا قرار سياسي. الهدف منه أنه أنت عندك دخل 40 مليار 50 مليار بيجيك من النفط، تأخذها ما لا تنتج شيء، أنت تستورد كل شيء وترفع رواتب الموظفين إلى الحد، فيتضخم السوق ويستفيد التجار الفاسدين والطبقة السياسية الفاسدة. هذا عمل ممنهج، الغرض منه إبقاء العراق في حالة من انعدام الوزن والفوضى الاقتصادية والفوضى السياسية ومزيد من إفقار العراق، لأنه العراق إذا ما استثمر أمواله يمتلك مقومات أن يعاود نشاطه سريعا ومجددا، يصبح قوة مهمة. لا أحد يريد العراق أن يصبح قوة اقتصادية أو سياسية مهمة في المنطقة. إزاحة العراق مصلحة استراتيجية للأمريكي، لدول الإقليم، للصهيوني، يعني وبالتالي اليوم الكل يتآمر على هذا العراق من الداخل والخارج. نعم دكتور حسين، يعني إبقاء العراق من هناك هدف من قوى دولية بإبقاء العراق بفوضى عارمة لا يراد له أن ينهض اقتصاديا، انتقال العراق من النظام المركزي إلى النظام الرأسمالي كان تحت ظل الاحتلال الأمريكي والقوى الدولية، لا يراد للعراق أن يبنى ولا ينهض اقتصاديا، هذا من مصلحة دول أو قوى دولية وإقليمية، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أنا أتفق كاملا مع الأستاذ فيما ذكر، هناك قوى إقليمية وقوى دولية لا تريد للعراق أن ينهض. هناك مشروع دولي يتعارض مع نهضة العراق. كان العراق حائط صد للمشروع الطائفي، المشروع الإيراني الفارسي، وعندما انهار العراق دخل هذا المشروع. طبعا هذا المشروع ليس بمفرده، هذا أحد أدوات المشروع الكبير الذي تقوده الولايات المتحدة، اللي هو تقسيم المقسم، اللي هو من خلال فوضى الخلاقة. أعلنت الولايات المتحدة نحن اليوم ليس تهمة، هي تقول هناك نظام دولي جديد. يعني بمعنى النظام القديم لابد أن يعطل. كيف تعطل نظام وتأتي بنظام جديد؟ لابد أن تحدث شيء ما، لابد من حرب حتى تضع قوانين. القوانين تضع بعد الحروب، القوانين الدولية وحتى الدستورية لأي بلد تضع بعد حروب، فلا بد من إحداث فوضى كبيرة في المنطقة، ومن ثم إعادة تقسيم المنطقة أو إعادة ترتيبها من جديد، ثم من خلال قانون دولي جديد أو نظام دولي جديد. هذا معنى عنه الولايات المتحدة. فبالتالي كثير من الدول، كان العراق مانعا أو حائطا صدا للمشروع الإيراني، واليوم بعد احتلال العراق عام 2003 أصبح المشروع الإيراني دخل بكل سهولة إلى أقصى المنطقة العربية، عبر إلى اليمن ووصل إلى أبعد من اليمن. ولكن نحن نحلم عن المشروع الإيراني فقط من خلال العمليات العسكرية اللي موجودة في الدول، ولكن هناك عمليات ناعمة غير عسكرية هو دخل إليها حتى في أفريقيا وفي المغرب العربي. اليوم الجزائر تعاني ودول أخرى تعاني من المشروع الإيراني. لهذا السبب هذه الدول لا تريد العراق. العراق قوة اقتصادية في المنطقة، إضافة لموقع الجغرافي، موقع مهم جدا، وبلد غني، بلد له موارد بشرية وموارد مالية وموقع جغرافي. بالتأكيد نهوضه سيضر كثير. هناك دول كانت ثانوية، دول إقليمية كانت دول ثانوية تعتبر، سواء على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى دول الإقليم، فكانت تسعى لإيقاف العراق، لإسقاط العراق، ثم لتكون الآن بعض الدويلات أصبحت تريد أن يكون لها شأنا عربيا أو تتولى زعامة القرار العربي. طيب هنا ثم تساؤل يقول لماذا العراق تحديدا، لماذا إلى الآن العراق مستهدف في حين هناك دول مجاورة للعراق تتمتع بثروات بشرية وتتمتع بثروات نفطية ولكنها تعيش في أحسن حال؟ على المستوى الجغرافي في المنطقة الشرق الأوسط هو العراق، في مناطق أخرى غير العراق. أنا أعتقد في مناطق أفريقيا مصر، ولكن في المناطق المشرق العربي العراق هو صمام الأمان. نتحدث عن دول الخليج تحديدا. دول الخليج هي دول من خلال أدائها السياسي، يعني أنا لا أريد أسمي الأسماء، يعني الدول بأسماء، ولكن هي تعيش حالة تبعية للولايات المتحدة، وليست دول تمتلك قراراتها السيادية وقراراتها الوطنية، وهذا معلوم. يعني إحنا لسنا نتهم أحد، هذا معلوم معروف. هي دول
يعني تعتمد التبعية والحماية الدولية للولايات المتحدة، هذا ما صرح به ترامب، قال لولا نحن لأنتم غير موجودين، هذا كلام معلوم ومعروف. بينما كان العراق أمر آخر وأمر مختلف. أنا قلت لك أنه المشروع الإيراني لا يمكن أن يتمدد بوجود العراق كدولة وطنية قائمة وقوية، هذا لا يمكن، فبالتالي لابد من إسقاط هذه الدولة ومن ثم يتمدد هذا المشروع. الموضوع الاقتصاد العراقي، عودة لي بس نقطة مهمة للموضوع الاقتصاد العراقي. لا. الاقتصاد مرتبط بالأمن. رأس المال جبان، في أي بلد تريد فوضى تجعل فيه فوضى أمنية الاقتصاد يهرب، رأس المال يهرب. رأس المال والاستثمار لا يمكن أن يكون في بلد لا يتوفر فيه الأمن، لا يتوفر فيه الأمن إطلاقا، هذا من ناحية الاستثمارية. لكن العراق لديه موارد أخرى، ولكن أيضا أكرر أقول الفساد ثم الفساد، فالفساد أس المشكلة في المشكلة الاقتصادية العراقية. نعم، إذن فاصل قصير ثم نكمل الحوار ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل، كونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نسلط الضوء في هذه الحلقة على أسباب انهيار الاقتصاد العراقي ودماره بعد مرور 15 سنة في ظل العملية السياسية في العراق. بالعودة إليك دكتور بياد جمال علي. دكتور بياد، يعني في ظل الهيمنة الأمريكية بالمنطقة، هناك عقوبات أمريكية على إيران، بالتالي إيران يعني لها اليد الطولة في العراق، مسيطرة على كل مقدرات البلد الاقتصادية في العراق، رغم أن البلد يعاني من الكثير من الهوات الاقتصادية والكثير من الحقوق المعدومة لدى الإنسان العراقي، كعدم وجود الكهرباء وانعدام وجود أيضا الماء الصالح للشرب والكثير من التسمم. الآن هناك أكثر من 6000 مواطن بصري مصاب بالتسمم بسبب المياه. كل هذه البعض يصفها أنها تداعيات سيطرة النظام الإيراني على مقدرات البلد الاقتصادية. من وجهة نظركم، يعني هل هناك في العراق ستكون حكومة قادرة أن تقف بوجه النفوذ الإيراني؟ أستاذ، إحنا كنا نأمل السنة الماضية إذا تتذكر رئيس الوزراء كان يكثر على الفيسبوك وكان يقول سنفاجئ الفاسدين وسنعمل كذا وكذا وكذا، والجميع كان ينتظر، ولكن مع الأسف لم نرى أي إجراءات قوية من هذا الجانب. من جانب السيطرة الإيرانية على العراق، العراق مع الأسف واقع في مستنقع تحت حكم ورحمة إيران. هذا المستنقع إذا العراق يريد يخرج منه وما يكرر الأخطاء التاريخية اللي الأنظمة السابقة عملتها، لازم تحاول أنه تخرج من هذا المستنقع، وعلى الأقل تلزم الأيدي اللي ضد إيران، لأنه السياسة مصالح. صح أنه أمريكا دمرت العراق و غيرت النظام إلى ما لا نهاية، ولكن الأزمنة تتغير. الضرر الذي إيران أصاب العراق أكثر من أمريكا بكثير، لأنه صح أمريكا ضربت العراق، ولكن إيران قامت بمص دم وثروات الشعب العراقي والتحكم بمصيرها. فالأمل هنا أن يخلق قوة سياسية تستطيع أن تحاول أن توازن على الأقل مع إيران، لأنه إذا العراق وقف مع إيران ستقع في طائلة العقوبات الأمريكية، وإيران ممكن تتحمل العقوبات الأمريكية، لأنه إيران بلد
واقف على رجليها من الصناعات والزراعة وكثير من العلاقات، ولكن العراق بالعكس لن تتحمل العقوبات الأمريكية بأي شكل من الأشكال. وإيران أيضا إذا لم تغير نهجها السياسي تجاه الأمريكا ستستمر في الانهيار، كما رأينا أن في عملتها التومان قامت السنة نزلت أكثر من 50%، وحاليا شركات الشحن الدولية وقفت شحناتها إلى الموانئ الإيرانية، وخطوة خطوة يقومون بتضييق الخناق على إيران. فهنا يبقى سيادة العراق على حبذا أن يرجع ويخرج من على الحاج. يعني هذه العقوبات الأمريكية، العقوبات الأمريكية على إيران من وجهة نظرك يعني هل لها ارتدادات لها الأثر السلبي على الداخل العراقي من حيث العملة الصعبة الموجودة في العراق، من حيث الذهب الموجود في العراق، من حيث الموارد الأخرى الموجودة فيه؟ أستاذ سمير ممكن حضرتك ما عندك معلومات، حاليا إيران موقفة جميع المنافذ الحدوديه غير الرسميه مع اقليم كردستان اللي كان يصير بها تجاره غير رسميه، بسبب انه التجار الايرانيين لا يجون على كردستان يشترون بضائع بالعمله الصعبه، لانه كردستان ما يقبلون الثمن الايراني. ففي حاله انه اذا بغداد والحكومه المركزيه والبنك المركزي ما عاونت ايران تكون سقوطها اسهل مما انه اذا ضغطت على القيادات العراقية لتهريب العملة الصعبة وتهريب الذهب، وهي ستكون نتائجها كارثية على العراق. فإذا في حالة أنه ما عملوا يعني ما ساعدوا إيران بهذا الشيء، شنو راح تكون ردود فعل إيران بهذا الوقت؟ تحسب حسابات، شنو راح تكون ردود فعل أمريكا أيضا؟ ابقى معي دكتور. يكون أصعب عليه. نعم، ابقى معي دكتور بياد جمال لو سمحت. دكتور حسين العليان، يعني في هذه الحالة في ضوء ما ذكره، هذه المقولة التي ذكرها قبل قليل الأستاذ حسين سبعاوي، قال إنه الذي لا يمتلك غذاءه لا يمتلك قراره، هل هذا يعني بالضرورة أن العراق سيستمر تحت الضغط الأمريكي وتحت الضغط الإيراني ويظل قراره دائما بيد الإرادة الدولية والإقليمية؟ هو واضح انه العراق اليوم بيعيش في حالة انعدام وزني، وبالتالي ليس هناك قوة مدنية وطنية ممسكة بشؤون العراق ومصالح العراق واهل العراق. واذا تسترجع الشريط من 2003 حتى حصل ذلك احتاج الى حرب دولية طاحنة على العراق، اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، واخيرا حرب الاجتياح المسلح. إذا ما تعرض له العراق من ضغوط هائلة أدت به إلى هذا المستوى من العمل يحتاج إلى عمل طويل ودؤوب تتضافر فيه توازنات قوى داخل العراق ومن حول العراق وفي الوضع الدولي. مع الأسف هذه التوازنات اليوم كلها ضد مصلحة العراق، وبالتالي هذه ليست نظرة متشائمة، لكن يجب أن ترى الواقع كما هو. بحب أعلق على ما ذكروا الإخوان، أنا لست محاميا للشيطان، لست محاميا عن إيران، بس الحديث المستمر عن إيران ودور إيران وأحيانا تقديم المشكلة مع إيران على الولايات المتحدة الأمريكية بتقديري في ضرر كبير لمصالحنا. لأنه جزء كبير من القوة الممسكة اليوم في العراق هي في الخندق الإيراني، وهي من مارست كل الآفات والجرائم باسم يعني الدفاع عن العراق والعراق الجديد. لكن المهندس للموضوع كله هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندما أسقطت العراق لم تكن راغبة في أن تتمدد إيران. الولايات المتحدة لما أسقطت العراق لأنه هذا العراق كان يمثل الركن المركزي في الأمن الإقليمي والقومي. نعم. إزاحة العراق كان هدف استراتيجي لحساب إسرائيل قبل إيران، ثم إزاحة العراق كان مدخل لتفكيك الأمن القومي العربي.
انظر الى حلفاء الولايات المتحده الامريكيه اليوم في الاقليم من العرب وحتى تركيا التي كانت حليفه في الناتو، اليوم يتعرضون لضغوط امريكيه اشد 100 مره من الضغوط على ايران. ايران تحاصر، هناك مشكله كبرى بين الولايات المتحده الامريكيه، لكن الضغوط الدبلوماسيه والضغوط الاقتصاديه والضغوط السياسيه على الخليج ودول الخليج هي بمستوى الخطوره مع ايران ان لم تكن اكثر. اذا الولايات المتحده الامريكيه استهدفت امننا القوم قبل ايران، ايران تبددت في الفراغ الذي احدثه الامريكي، وهذا ديدن السياسه والدول. لماذا تتمدد ايران؟ لان العرب اسقط مشروعه في العراق. من اسقط مشروع العرب في العراق هم دويلات التبعيه التي تحدث عنها ضيفك في الاستوديو. ايران ترقصت كالذئب المترقص. ايران لها مصالح جيوستراتيجيه من يعني شانها شان اي سياسه واي دول، لها مصلحه ان تتمدد. متى لا تتمدد ايران؟ لما بيكون انت وضعك الصحي سليم. حتى 2003 حتى 9/4/2003 لم يكن الايراني لا يتجاوز لا على الخليج ولا على الحدود العراقيه. بالعكس كنا ذاهبين احنا وايران الى حاله من التوافق والتفاهم. لو لم يسقط العراق والنظام الوطني في العراق لما تمددت ايران بهذه الطريقه. هل هناك حكومه يمكنها الوقوف؟ هل هناك حكومه مقبله من وجهه نظرك ربما تاتي وتقف بوجه المد الايراني في العراق؟ وخصوصا يعني كما تعلمون هناك يعني تذمر كبير داخل الجنوب العراقي من يعني سوء الاحوال المعيشيه نتيجه يعني الممارسات الايرانيه، يعني المياه الملوثه وكذلك المياه غير الصالحه للشرب وانعدام الكهرباء وغيرها. السؤال إلي؟ نعم تفضل. الحقيقه الاحتقانات الاقتصاديه والاجتماعيه المستمره في العراق ستبلور وضعا داخليا عراقيا باتجاه البحث عن مصالح وهويه البلد الاقتصاديه السياسيه الوطنيه العروبيه. هذا اتجاه طبيعي عندما تزداد الضغوط وتصل الى حدود ان الناس تصل الى حد الانفجار الشامل. لابد من ان يعاود العراق الامساك بارادته وثرواته، لكن هذا يجب ان يتضافر مع إقليم متجاوب. اليوم العراق كل أشقائه في الإقليم ليسوا بخير، أو هم شركاء في الجريمة ضده، يعني إما ليسوا بخير وإما شركاء في الجريمة ضده. والوضع الدولي اليوم مختل، أو العالم ده ينقسم باتجاهين. المشروع الإيراني الروسي الآسيوي الإيراني اللي استكمل في سوريا، العراق اليوم إما أن يسقط في هذا المشروع أو أن يبقى في مشروع الفوضى الأمريكية. نحن أمام معضلة كبيرة أخي الكريم. معضلة كبرى. حتى لو نجحنا في الداخل من كنس العملية السياسية، فكل المحيط اللي حولك لا يرجو لك التوفيق ولا يرجو لك الاستقرار. هناك مشكلة كبرى يجب أن نناقشها بانفتاح وبلا تعصب وبلا ردود أفعال. إذا نحن أمام معضلة كبيرة أستاذ حسين، إلى أي مدى تتفق مع الدكتور حسين العليان في هذا الأمر؟ بالتعقيب أيضا على موضوع يعني مع هل هناك إمكانية لوجود حكومة أن تصلح الاقتصاد العراقي، أن تقف بوجه المد الإيراني؟ هو ليست مستحيلة. الموضوع ليس مستحيلا، لكن بس تعليقا، نحن لم نقزم مشكلة أمريكا في العراق، ولكن كان جوابنا على قدر السؤال. سألتني عن إيران جاوبت، لو سألتني عن أمريكا لكان جاوبت. لهذا السبب الأستاذ ذكر أنه لا نقزم المشكلة. نعم أسس المشكلة أمريكا كدولة محتلة، هذا معلوم، لكن جوابي كان على قد سؤالك. اليوم في الوضع القريب لا يمكن لحكومة أن تواجه الموضوع الإيراني، يعني التمدد الإيراني. التمدد الإيراني ليس قرارا إيرانيا فحسب، بل كان قرارا أمريكيا. كان هناك توافقا أمريكيا إيرانيا على العراق وحصل الذي حصل ما بعد الاحتلال أيضا. فالتوافق كان قائما ما بين أمريكا، يعني العراق سلم إلى إيران. إيران لم تحتل العراق، بل احتلته الولايات المتحدة، ولكن التوافق الأمريكي الإيراني على العراق نتج منه هذا الوضع الحالي. فإذا لابد من العامل الخارجي لتخليص العراق مما هو عليه. وعبر تاريخيا ندرك أن تاريخ العراق قديما
عندما تحتله إيران لابد من عامل خارجي يساعده في التخلص من هذا الاحتلال. فالتمدد الإيراني كان بقرار خارجي، بقرار أمريكي وتوافق أمريكي إيراني، لا عليك بشعارات إيران الشيطان الأكبر ودولة الممانعة وإلى آخره. إيران دولة براغماتية تستطيع أن تتعامل مع روسيا وأمريكا في آن واحد. لا توجد دولة في العالم استطاعت أن تتعامل مع روسيا وأمريكا وتقاتل معهما كلاهما ضمن مشروعها الواحد إلا إيران. في سوريا تقاتل مع روسيا لمصلحتها ولمصلحة بشار، وفي العراق تقاتل لمصلحتها ولمصلحة النظام القائم اللي موجود مع أمريكا، وهم دولتان نقيضتان متنافستان على يعني على استقطاب العالم، على يعني على رئاسة أو خلونا نقول على الهيمنة. دولتين متنافستين، إيران الوحيدة اللي استطاعت أن تتعامل مع الاثنين ضمن مشروعها. إيران صاحبة مشروع، من يريد أن يتصدى للمشروع الإيراني المشروع لابد أن يقابل بمشروع آخر. غياب المشروع، غياب الإرادة، كل هذا العراق بوحده الآن بمفرده الآن لا يستطيع. لابد من بلورة مشروع عربي وإسلامي في نفس الوقت، بعيد عن التطرف، بعيد عن الإقصاء في مواجهة هذا. وهذا غير ممكن، لأن النظام العربي أولا لم يصلح مع شعبه، ولم يحدث مصالحة داخلية بين النظام. الأنظمة نفسها متصارعة مختلفة، واحد يحاصر الآخر، واحد يتآمر على الآخر، ويقيمون يعني يصرفون الأموال في الخارج لتشويه سمعة الجار. هذا حالة غريبة، هذه بس دول الطوائف قامت بها في القرن الحادي عشر الميلادي فقط. دول الطوائف عملت ما يعمل به الآن. فإيران اللي يريد يواجه إيران عليها أن يأتي بمشروع، لأنها صاحبة مشروع. والمشروع كيف يأتي؟ أول شيء أن تكون هناك مزيد من الحرية للشعوب، مزيد من الديمقراطية، الشعوب تصطلح الأنظمة مع الشعوب وتكون لها شرعية. أين النظام العربي الذي يمتلك شرعية؟ أعطيني نظاما عربيا شرعيته مكتملة. اليوم الشرعية مأخوذة كلها من الخارج، النظام العربي يمتلك شرعيته من الخارج بالعصا ومن خلال مؤسساته الأمنية. لا توجد مؤسسات تشريعية، لا توجد مؤسسات قضائية استطاعت أن تمنح هذا السلطان وهذا الأمير وهذا القائد شرعية. يعني أنا لا أقصد فقط شرعية انتخابية، هناك شرعية ثورية ولتكن، هناك شرعية أيا كانت، شرعية ملكية ولتكن، لا بأس. نحن نريد نظاما عربيا لديه شرعية ومصطلح مع شعبه ومصطلح مع بعضه البعض، بعد هذا يكون مشروع نواجهة إيران. أما هذا كله استهلاك محلي. إيران تتمدد ولن تتوقف، صاحبة مشروع ولا تبالي، وتشتري ذمم. والحاضنة اليوم لإيران ليست مكونة الشعيفة حسب، بل اليوم من المكونات السنية ومن الأقلام السنية، ومعلومة منهم كثير من اليساريين ومن القومتشيين وغيرهم الذين يكتبون الآن كتاب مقالات، تكتب كتاب أصبحوا أقلام مأجورة تخدم إيران في مشروع. لعل هذه الأدوات التي استخدمت من قبل الدول الإقليمية كإيران كالأدوات الطائفية كانت أحد معاول الهدم للبنى الاقتصادية. نعم في العراق. نعم، إيران لديها حاضنة موجودة في العراق ولديها حدود أكثر من 1000 كيلومتر. فالعراق يعتبر الآن عمق استراتيجي، تستطيع أن تتحاور وتتناقش عن اليمن، ولا تمكن أن تتناقش وتتحاور في قضية العراق. ممكن تتحاور وتتناقش وتنسحب من سوريا، ولا يمكن أن تنسحب من العراق. اسمح لي فقط أن أنتقل لدكتور بياد جمال علي. دكتور بياد، يعني ما الحلول من وجهة نظرك وفق المعطيات؟ هل سيستمر التدهور الاقتصادي في العراق؟ هل سيستمر العراق دون بنى تحتية؟ هل ستستمر معاناة العراقيين؟ يعني ما الحلول من وجهة نظرك من الناحية الفنية، من الناحية الاقتصادية وفق المعطيات؟ نعم أستاذ سمير، مع الأسف حضراتكم توقفون، العراق بلد غير صالح للعيش حالياً بسبب لعدم توفر أبسط الخدمات التي أي مواطن بأي بلد يستحق أن يتوفر له. وهذه المشكلة صحيح إحنا نتعلم من التاريخ وشنو صاير قبل ومنو قوي ومنو ضعيف، ولكن نحتاج إلى برنامج حقيقي. إحنا عايشين ب 2018 وما عدنا ما يصارف الصرف، ما عندنا كهرباء، ما عندنا قطاع خاص، ما عندنا مؤسسات دولة. يعني هذا الفقر الهائل من كل النواحي يجب عليه أن يكون نظرة وطنية ونظرة من
نظرة خالصة من السياسة والطائفية، ويكون مصلحة البلد هي أولوية، والمستقبل القريب هي خطر جدا، لأنه العراق سيزيد من ناحية الكثافة السكانية بسرعة، ولا يوجد فرص عمل ومتطلبات العيش اللازم لهذا الانفجار السكاني، ومتطلبات الحياة تصعب كل سنة. فلذلك هل توفى حكومة تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال؟ طيب. لحد الآن صعبة جدا، وإحنا صار 15 سنة نعيش في خيبات أمل، كل انتخابات أكثر من اللي راحت. شكرا لك، ولكن يبقى أن يكون لدينا أمل للمستقبل. شكرا لك دكتور بيان. دكتور حسين العليان، يعني إلى أين مصير أغنى بلد في العالم الآن؟ كيف تنظر إلى مصير العراق؟ يعني هي خزنة في أيدي اللصوص، اللصوص المحليين والإقليميين والدوليين. وبالمناسبة هم أقل اللصوص المحليين حملوا أوزار المرحلة، ليس إلا يعني الحديث عن الفاسدين ومحاسبة الفاسدين، كل هذا الاستهلاك لا قيمة له. الأصل في الموضوع كيف توقف عملية الفساد وليس تحاسب الفاسدين فحسب. يعني محاسبة الفاسدين مهم، لكن كيف نوقف عملية الفساد؟ إيقاف عملية الفساد يبدأ من الموقف السياسي، لأن النظام السياسي ما لم يسقط هذا النظام السياسي بتوازناته، بمعنى تكفيت إيران والولايات المتحدة عن هذا البلد، أو نقيم علاقات متوازنة مع دول الأخرى بعيدا عن موضوع التبعية المطلقة. يعني هو هناك أشكال متعددة من التبعية، لكن إحنا في حالة تبعية مطلقة في العراق للولايات المتحدة ودول إقليمية. هذا لن يسمح لنا بالتعافي بسهولة. هنا أنا تفضلت فيه، بس أنا عم بقول أن إيران أن الصراع مع إيران ومشكلاتنا مع إيران متشعبة صحيح، لكن يجب أن نقرأها بطريقة موضوعية بعيدا عن عقد المذهب وعقد التاريخ وعقد يعني الحوادث المأساوية اللي بنعيشها كل يوم بسبب السياسات الإيرانية. بالتأكيد يجب إذا حبينا نشتغل سياسة، بس إذا حابين نظل نطبل ونشيل دف عمرنا ما بنصل لنتيجة. الآخر ينفذ مشروعه ونحن بس كالغربان ننعق على الخراب. نعم، كيف تعلق أستاذ حسين على ما تحدث به الدكتور حسين العليان؟ أنا قلت أنه إيران، من يريد أن يواجه المشروع الإيراني عليه بمشروع عربي. نعم. هذا مواجهة المشروع يعني الإيراني. يعني في نقطة الفساد، هل يمكن فعلا يعني وفق الأدوات الموجودة، وفق الوجود الأمريكي والوجود الإيراني، هل يمكن القضاء على الفساد لحل هذه المشكلة؟ لا يمكن، لأنه أسس المشكلة، لأنه من جاء الأمريكان هم عملوا له حصانة. يعني اليوم الفاسد عندما على سبيل المثال مثل ما تكلم رئيس الوزراء أراد أن يحاسب فاسد، إلى أين يهرب؟ إلى أمريكا أو إلى إيران؟ فلا يمكن خلال بوجود الهيمنة الأمريكية على العراق والإيرانية أن يصلح حال البلد اقتصادياً، لأنه هؤلاء الاثنين هم مصاصين دماء، مصاصين أموال، ما نهب خيرات العراق هؤلاء، فكيف ينهبوها؟ يأتون بناس فاسدين، وهؤلاء الفاسدين من خلالهم تسهل عملية نهب خيرات العراق. وجود جهلة في أماكن غير مؤهلين لها، يعني الشخص المناسب في المكان المناسب. عندما يكون الإنسان جاهل كيف يدير أي مؤسسة وأي وزارة وأي مديرية؟ غياب التنمية وغياب التخطيط للوزارة وللمديرية ولأي مؤسسة أخرى، عشوائية العمل، المجموع عشوائي. فلك أن تتصور كما ذكرت في البداية، بلد يستورد باقة كرفس، وهو في نفس الوقت يزرع فيه التمر ويزرع فيه التبغ، هذا من المسؤول عليه؟ بالتأكيد نعم، الحكومة مسؤولة عليه، ولكن من كان له الهيمنة والسبب الرئيسي؟ مسميات الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر والمتوسطة، هذه المسميات، هذا موضوع يجب على العراقيين أن يتجاوزوه. نحن يجب أن لا ننسى أن هناك انتخابات مزورة. هذه الانتخابات المزورة التي شاهد بها العراقيين أنفسهم، وشاهد بها القضاء، وشاهدت بها المفوضية، لا يبنى عليها أمر ما، لا يبنى عليها كتلة كبيرة وكتلة صغيرة، هذا واحد. ثانيا، الكتلة الكبيرة، من هي الكتلة الكبيرة؟ هذه كذبة. الكتلة الكبيرة، كلا رئيسي الكتلتين هو من حزب الدعوة ومن المكون الشيعي. هل يسمح للمكونات الأخرى أن تكون كتلة أكبر؟ لماذا عندما فاز الدكتور أياد علاوي
عام 2010 لم يسمح له بتشكيل الكتلة الأكبر. هذه كذبة الكتلة الأكبر وكلا رئيسين. ولماذا الكتلة الأكبر؟ لرئيس الوزراء. رئيس الكتلة الأكبر بالفتح سيد نور المالك ورئيس كتلة يعني السؤال هنا بنعم أو لا، هل يعني ستصلح الاقتصاد العراقي؟ لا يمكن. هؤلاء جزء، هؤلاء أس المشكلة، لا يمكن يصلح الاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي يمتلك من المقومات الكثيرة ولكن تحتاج إلى ناس مخلصين ووطنيين وأصحاب خبرة. شكرا لك أستاذ حسين سبعاوي ضيفي في الاستوديو والباحث السياسي العراقي، وشكرا لك دكتور بياد جمال علي أستاذ الجامعة الأمريكية والباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من السليمانية. شكرا لك. وشكرا لك أيضا دكتور حسين العليان الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. شكرا لضيوفي الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.